السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسميد الأغنام من الألف إلى الياء. موضوع حلقتنا النهاردة في التغذية، عن التغذية للمواليد الرضيعة. التغذية في المواليد الرضيعة، سواء مواليد أغنام سواء مواليد ماعز. أول حاجة، متى تبدأ؟ إمتى هنبدأ نحط علف للمواليد؟ رقم 2، العلف اللي هيتحط نسبة بروتين وكام، والكمية بتاعته قد ايه. تالت حاجة، الطريقة اللي هيتم وضع العلف بيها للمواليد، بحيث تاكل المواليد وما تاكلش، ما توصلش ليه، بحيث توصل المواليد للعلف وما تعرفش توصل ليه الامهات. كل ده هنعرف النهاردة ان شاء الله في حلقتنا. اول حاجة، التغذية للمواليد امتى تبدأ. طبعا معاد بداية تغذية المواليد على الأعلاف بتختلف اختلاف كبير على حسب كمية اللبن في الأم، كمية الحليب في الأم. بمعنى في خروف ممكن يبدأ يدور على العلف من عمر أسبوعين، عمره 15 يوم، بتكون أمه فيها لبن ضعيف، مش كفاية إنه التغذية مش مكفي المولود، بحيث إن هو يعتمد عليه اعتماد كلي في التغذية، بحيث إن هو يعتمد على اللبن اعتماد كلي، فبالتالي احتياجات جسمه أكبر من كمية اللبن اللي بتديها له الأم، فبيبدأ يدور على أي أعلاف، أي مادة تاني يسد بيها جوعه ويكمل بيها التغذية اللي ناقصة لجسمه. وفي طبعا ده الكلام، يعني ممكن عمر أسبوعين، وممكن توصل ل 35-40 يوم في حالات بتكون الأم فيها كميات لبن كبيرة جدا. يعني هناخد في المتوسط عمر شهر، في المتوسط عمر 30 يوم. في خلال ال 30 يوم دول بيكون المولود معتمد اعتماد كلي على حليب الأم. يبدأ بعد كده الخروف كبر، المولود كبر، محتاج كميات لبن أكبر، بس الكمية دي مش مكفياه، يبدأ يدور على التغذية، يبدأ يدور على العلف. طيب العلفة اللي هنحطها له، العلفة هتكون بصورة بشكل إيه؟ شكل العلفة ونسبة البروتين والكمية. شكل العلفة أول حاجة لازم تكون مجروشة جرش ناعم، مش مطحونة زي الدقيق، لا، مجروشة جرش ناعم، زي حبيبات السكر كده، أو أخشن حاجة بسيطة زي حبيبات السكر. دي رقم 1. رقم 2، نسبة البروتين فيها بتكون قد إيه؟ نسبة البروتين فيها حاول أعلى نسبة على قد ما تقدر، يعني الماكسيموم بتاعك يعني ممكن يكون 21-22%، ما تزودش عن كده بيبقى تكلفة زادة على الفاضي. يعني 22، قلنا 21، وصل ل 23 مفيش مشكلة، بحيث الخروف يدي معاك أعلى معدل تحويل، لأن زي ما اتكلمنا قبل كده معدل التحويل في الأغنام، وقلنا بيكون أعلى ما يمكن في الأعمار الصغيرة، أعلى ما يمكن في الأعمار الصغيرة، أقل كمية علف بيزيد عليها الخروف. فأنت بتحاول قدر المستطاع، وكده كده ما بياكلش كمية كبيرة، هنذكر الكمية دلوقتي، كده كده ما بياكلش كمية كبيرة، كمية بسيطة، فبيديك عليها معدل تحويل ممتاز، ممكن يوصل ل 40%. بمعنى ممكن ياكل 2 كيلو ونص علف يزيد عليهم كيلو. فأنت في الحالة دي بتستغل الفرصة دي، بتدي أعلى نسبة بروتين. طيب الكمية قد ايه؟ الكمية قد ايه؟ احنا لما بنحدد الكمية في الأغنام والغنم الجديدة اللي ما تعودتش على علف، اللي هي غنم مفطومة، تختلف. لازم تركز بين تفرق بين غنم مفطومة وجعانة ما دقتش العلف، معتمدة على المراعي، على أعلاف الخشنة، وبين مواليد رضيعة معتمدة اعتماد كلي على الحليب وهتبدأ تدخل معها العلف. الغنم الصغيرة دي، أحب أقول لك الغنم الصغيرة اللي كانت معتمدة اعتماد كلي على حليب الأم، ما بتتلكمش من العلف، بتتلكم من اللبن، بتتلكمش من العلف. امتى تتلكم؟ طيب اللكم بتاعتها تتلكم من اللبن لما يمر مرحلة جوع شديد، مثلا عمر شهر واللبن خفيف، خلاص لبن الأم مفيش، وبعد كده وصل عمر شهرين مثلا أو شهر ونص مفيش لبن، حليب أم ضعيف خالص، او الام ماتت وهو عمر شهر وهم بيعتمدش على العلف، ما ينفعش يخش على العلف على طول، ما بيحبش العلف، هو بيفضل المرحله دي بطنه معتمده على الحليب،
فيجوع مثلا يومين ثلاثة أربعة أسبوع في الغير تجيب له معزة أو نعجة فيها كمية لبن كبيرة يرضع منها لغاية ما يشبع يتلكم بيموت على طول لو رضع كمية لبن كبيرة مرة واحدة على جوع من اللبن. فهي اللكمة في الخروف الصغير بتكون من اللبن ما بتكونش من العلف. العلف ما بيتلكمش نهائي طالما الخروف معتمد اعتماد كلي على الحليب، لأنه بطبيعة الحال مش هيهجم على العلف الهجمة اللي في بالك يعني وهياكل فيه، لا ده بالعكس ده هيقعد يلحس كده ايه كتجربة بيجرب بيلحس لحسات خفيفة كده وبيمشي. يعني ممكن ليه أول ما تحط يعني لنفرض إن مثلا وزنه 10 كيلو عمر شهر، ليه 3% مثلا وهو كخروف معتمد على علف اعتماد كلي، ليه 3% يعني 300 جرام علف في اليوم، حط له 300 جرام مش هياكلهم أبدا، هياكل حوالي إذا كل 100 جرام يبقى 100 عمر شهر، مش هياكل 100 جرام. هي الحس كده. طب الباقي بيجيبه منين؟ غذاء الباقي بيجيبه منين؟ بيجيبه من لبن أمه. بيجيبوا من لبن الام، حتى وان كان لبن الام مش مكفي ال 2% التانيين اللي هم من العلف المبدئيين، حتى وان كان مش مكفي مش هيلحق مش هياكل في ليه مش هيهجم في العلف مره واحده، مش هيهجم في العلف مره، هو طبيعي بيتدرج لانه علفه جديده عليه ما بيتلكمش. ما تخافش، شرط خروف معتمد اعتماد، خروف او جدي يعني عشان الناس مسالني على الماعز خرفان او ماعز، مولود معتمد اعتماد كلي على اللبن الام ما بيتلكمش من العلف. ما تخافش من اللكمه من العلف، تديله العلفه المجروشه جرش ناعم، بروتين عالي، تحط له ما يهمش الكميه، تحط كميه في المعلف او بحيث ان هو يعرف ياكل فيه يعني، واطي حاجه واطيه بحيث يوصلها وياكل منها طيب ويلحس فيها وقت ما يحب ويمشي. طب ازاي هقدمها له من غير ما الام تدخل عليها وتاكلها؟ دي النقطه طبعا مهمه جدا. لنفترض ان انت معاك مزرعه مغلقه وعامل عليها سور، لو تلاحظ انت لو بتتفرج على فيديوهات كتير لو تتفرج فيديوهات على اليوتيوب هتشوف في بعض المزارع برا بيبقى السور عبارة عن اذا كان حديد او معدن، اذا كان خشب او معدن، بيكون القوائم الرأسية فيها مسافات حوالي 20-25 سنتي ما بين بعضها كده، مش عبارة عن شبكة. في بعض المزارع تلاقي قوائم بين كل قائم وقائم حوالي 25 سنتي، 25 سنتي دي بيعدي منها المولود ولكن الام ما بتعرفش تعدي، يعدي منها المولود وهي الام ما بتعرفش تعدي. ففي الحاله دي انت تحط المعلف الصغير بتاع المواليد بره السور قدام، والامهات جوه هي وعيالها. المولود بيحب يطلع ويتحرك يدخل ويطلع، فمجرد ما بيطلع بيطلع اذا حب يدور على علف بيطلع من السور ويخش للعلف بتاعه ياكل يلحس ويرجع تاني. ميزة الطريقة دي ايه؟ وفي طريقة تانية طبعا، لو عندك مثلا الملعب، ملعب كبير انت طالع فيه الغنم، ممكن تجيب تعمل دي، انا شفتها طريقة يعني شفتها في احدى المزارع يعني، كنت كان واحد صاحب رح يتفرج على غنم في مزرعة فخدني معاه فشفت الطريقة دي وعجبتني الصراحة برضك. يعني ممكن لو عندك الملعب كبير يعني مثلا هو داخل مكان مبني بالخرسانة، المبيت عبارة عن مكان مغلق ما فيش فيه سور عشان تعدي منه الغنم، ما فيش منه فتحات عشان تعدي منه المواليد، بيطلقهم في ملعب كبير وفي نص الملعب عاملين حتة من الخشب مثلا على حسب عدد المواليد عندك كبيرة يعني عدد كبير ولا عدد صغير، وكان عدد قليل فهو عاملين حتة حوالي 4 متر في متر، 4 متر كده في حوالي متر ونص مربعة عبارة عن خشب رأسي بين الخشبة والخشبة حوالي 20 سنتي 25 سنتي، وفي النص حاطين العلف المعلف بتاع المواليد. فالأمهات بترعى وبتلعب في الملعب الكبير، المواليد تعرف تخش فقط لا غير، المواليد تخش تاكل وتطلع مع الأمهات تاني. ميزة الطريقة دي ان انت بتلاقي مجهود كبير في انك تفصل الناس اللي هي عندها مكان مغلق خرسانة، بتلاقي صعوبة في انك تجمع المواليد عشان تحطها بعيد عن امها وتفصل، تطلع الامهات ترعى وبعد كده تدخل الامهات ترضع وتفصل تاني، بتواجهك مشكلة في صعوبة الفصل بين الاثنين. ولكن كده الطريقة دي مش محتاجة انك تفصل، هو العلف موجود، هو اول ما بيحب وبمجرد ما دخل وعرف ان هنا في علف طعمه كويس وقت ما بيجوع يخش ياكل خلاص يبقى داخل طالع باستمرار ياكل ويرجع لامه، ما تحسش الام ان هو بعد عنها، وفي نفس الوقت هو ما يحسش انه بعد عن امه ويقعد يعيط على امه كتير، ينده على امه كتير. فهنا يبقى كده دي الطريقه ازاي تغذي وازاي امتى تبدا. قلنا متوسط عمر شهر، البروتين ما يقلش يعني حاول قدر المستطاع 20 21 22
بروتين يكون عالي عشان تحصل على اكبر معدل تحويل. الكميه قلنا ما تخافش من الكميه، انت تحط كميه علف في المعالف وبحيث ان هم ياكلوا ويخش داخلين طالعين ياكلوا. هو ما تعتمدش على الكميه، ما تخافش من اللكمه، الخروف الصغير المعتمد على اللبن ما بيتلكمش خالص من العلفه. الطريقه زي ما قلنا، الطريقه اللي بتحط فيها العلف بحيث المواليد تدخل تاكل والامهات ما توصلش للعلف. في النهايه طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش الاشتراك في القناه ليصلك كل مواد جديده مفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.